وحول تفاصيل هذه العملية ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير محمد فراس. أهلا بك محمد، وبالبداية يعني تفاصيل هذه العملية الأمنية التي أطلقت من قبل وزارة الداخلية وبإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والمشاركين فيها، وإلى ماذا تهدف؟ نعم، هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ سنوات، ولو ربما الأكبر قد افتقدت لها العاصمة بغداد منذ سنوات عديدة، بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية. طوقت منطقة البتاوين وأجريت فيها حملة تفتيش واعتقالات موسعة في هذه المنطقة المجاورة لشارع السعدون والباب الشرقي والمركز التجاري للعاصمة بغداد. إن تحدثنا في البدء عن منطقة البتاوين من ناحية أهميتها، فهي واحدة من أهم المناطق في العاصمة بغداد بسبب مركزيتها وقربها عن أكبر المراكز التجارية في العاصمة بغداد، الباب الشرقي والشورجة وغيرها من المناطق المهمة اللي يقصدها الكثير من البغداديين، بالتالي لها أهمية بارزة ومهمة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تسلط الضوء على هذه المنطقة أيضا لوجود مخالفات عديدة داخل هذه الأزقة وفي البيوتات السكنية وأيضا داخل البنايات العمودية الشقق السكنية، حيث تم اعتقال العديد من المخالفين وتم تفكيك العديد من العصابات المختصة بالتجار بالبشر وتجارة المخدرات، وأيضا تفكيك الكثير من شبكات الدعارة كما تم تسميتها. وهنالك أيضا حملة مستمرة، هي مستمرة إلى غاية الآن وستستمر لأيام عديدة أخرى، كما تحدثت وزارة الداخلية بأنها الأكبر والأوسع منذ سنوات عديدة. اشتركت في هذه العملية الأمنية جميع صنوف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وجود فرق من أمانة بغداد لرفع التجاوزات وأيضا تنظيم هذه الأفرع وتنظيم محلاتها التجارية. هذه المنطقة حينما يتردد اسمها في أذهان العراقيين يتخوفون من الدخول إليها في الفترات الماضية لما فيها من مخاطر كبيرة على حياتهم. أتحدث عن وجود شبكات للتجار بالبشر، أتحدث عن وجود عصابات لتجارة المخدرات، أتحدث عن وجود شبكات للدعارة، بالتالي تفكيك هذه العصابات والشبكات لربما سيرسل برسالة اطمئنان للبغداديين. تحدثنا في البدء عن أهمية هذه المنطقة وجودها في مركز العاصمة بغداد، بالتالي سيطرت وزارة الداخلية عليها بشكل تام وإنهاء جميع ظواهر السلبية وجميع واعتقال جميع المخالفين والمطلوبين سيرسل برسالة اطمئنان لسكنة العاصمة بغداد، ليس فقط المشمولين بحملات الاعتقال من هم مطلوبين من سكنة بغداد يعني كعراقيين الجنسية، بالعكس على العكس تماما، كان هنالك حملات اعتقال لجنسيات أجنبية استرالية سورية سودانية خالفت شروط الإقامة في هذه المنطقة. هذه المنطقة قصدها السوريين كثيرا ليسكن بسبب رخص ثمنها، بالتالي كانت هنالك مخالفات في شروط إقامتهم، تم اعتقالهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. العملية كما تحدثت هي مستمرة وستستمر لأيام عديدة. الغاية من هذه العملية هي تطهير هذه المنطقة من جميع الظواهر السلبية وتفكيك جميع الشبكات يعني شبكات العمل المخالفة للقانون، من عصابات، من شبكات عصابات التجار بالبشر وغيرها، كما تحدثت وزارة الداخلية واعتقلت الكثير والعديد منهم وفككت الكثير من العصابات والشبكات الغير قانونية. طيب محمد، يعني بما أن هذه العملية مستمرة، ولكن هل سنشهد عملية أخرى مشابهة لها في محافظات أخرى أو في أماكن أخرى لها علاقة بمثل عمليات كهذه؟ نعم، وزارة الداخلية تحدثت سابقا وهي تؤكد باستمرار على أنها تفرض نفوذها في جميع مناطق العاصمة بغداد، سلطة القانون على الجميع في جميع سكنات في جميع مناطق العاصمة بغداد، وهي بالتالي حينما توجهت إلى أكثر المناطق السكنية خطورة لربما سيكون هنالك حملات أخرى أيضا في مناطق أخرى في العاصمة بغداد.
لا أتوقع أن تكون هنالك تحجيم لعمليات المداهمة والاعتقال والتفتيش والضبط. على العكس تماما، وزارة الداخلية أكدت مرارا وتكرارا على أنها مستمرة بفرض القانون، سلطة القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد، وهي لن تسمح ولم تسمح بوجود يعني هكذا شبكات مخالفة للقانون. تحدثت سابقا أيضا عن انخفاض الجريمة في العاصمة بغداد بشكل نسبي وملحوظ، بالتالي هذه العمليات هي الاستكمال ما بدأت به وزارة الداخلية، ولربما ستنتهي بأن يكون هنالك انخفاض كبير جدا في الجرائم في العاصمة بغداد، خصوصا فيما يخص ضبط الأسلحة وتقويض الأسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. يعني هذه العمليات لا تخلو من ضبط الأسلحة المخالفة للقانون ومنع حيازتها في مناطق عديدة، كما كانت هنالك تأكيد على أنها وضعت مناطق تحت مسمى خالية ومنزوعة السلاح، أي أن لا توجد هنالك أو لا يسمح لأي أحد من سكنة هذه المناطق بحمل السلاح. بالتالي هذه العملية وهذه الحملة ستستمر وستشمل جميع المناطق التي تورد عنها شكاوى وتوجد فيها مضايقات لسكنة العاصمة بغداد.